انطلاقا من توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لتطوير الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين، قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء بزيارة تفقدية لمركز الاتصالات الشامل، وذلك للاطلاع على سير العمل في هذا القسم الحيوي والمهم بالهيئة. وفي هذا الصدد صرح الوزير ميرزا بأن هيئة الكهرباء والماء تسعى دائما لتطوير خدماتها، كما تهدف دائما لإيجاد أسهل الطرق على المشتركين لإنجاز خدماتهم. وتابع قائلا: إن ما تحقق من إنجازات ينطلق من التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود من جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. بعدها قام الوزير والمسؤولون بجولة في أقسام المركز واستمعوا إلى شرح مفصل عن الأعمال التي يقوم بها المركز لكافة المشتركين في المملكة وآلية الرد على الاتصالات والأنظمة الحديثة التي يستخدمها المركز والخدمات التي يقدمها، كاستلام البلاغات أو الاستفسار عن المعاملات واستلام قراءة العدادات من المشتركين والعديد من الخدمات الأخرى. مركز البلاغات يتصلون بحوالي 61,000 مكالمة في شهر يوليو 2019، ويردون على المكالمات في أقل من 20 ثانية. 90% من المكالمات يردون عليها في أقل من 20 ثانية، ومتوسط الوقت الذي يستغرقه للرد على المكالمات حوالي 10 ثواني، فهذا سجل ممتاز. وكذلك طورنا المركز بحيث فقط لا يستلم شكاوي المواطنين بس اقتراحاتهم، وكذلك تسجيل القراءات الصحيحة من أمتارهم، ولتسهيل عملية قراءة الأمتار الآن المركز يوفر يعني خدمة جديدة قبل 3 أشهر، اللي هي أخذ صور بالواتساب وإرسالها إلى المركز.